تعبر بلادي عن قلقها حيال استمرار العمليات العسكرية في السودان والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، وتجدد الدعوة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي يجنب الأشقاء وإلاءة الحروب. ونشدد على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني والحفاظ على البنية التحتية. ونؤكد أن الحل للأزمة السياسية سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية. السيدة نائب الرئيس، قد استضافت بلادي محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة، بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته ويمكنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرته إلى مستقبل أفضل بإذن الله. Thank you.